طبعا المشفى هو مشفى افتتحته الجامعة، الجامعة السورية للعلوم والتكنولوجيا. هذا المشفى بالتأكيد يحذون الأمل بأن يكون منارة ومميز، بحيث أن يكون ملجأ للطلاب، لأن الهدف الرئيسي الحقيقة طبعا هو بالتأكيد خدماتي من أجل تقديم منطقة معينة، لأن إحنا مشفانا مشفى الجامعة يقع في تقريبا في منتصف المسافة ما بين أكبر مشفيين في مدينة اعزاز، هلا هو المشفى الوطني في مدينة اعزاز وأيضا المشفى الأيدا. فنحن في المنتصف تقريبا، ممكن نقول أنه مغطي، ونقوم بإذن الله برفع مستوى، منحاول رفع مستوى الرعاية الصحية والخدمات بالنسبة للأخوة المواطنين. إلا أنها وفضلا عن ذلك، الهدف الرئيسي لإنشاء هذا المشفى وافتتاح هذا المشفى هو الحقيقة تدريب طلابنا في الجامعة، طلاب الاختصاصات الطبية، يختار اختصاصاتهم طبعا في طلاب الجامعة السورية للعلوم والتكنولوجيا. طبعا ذلك نتوخى الأمر أنه يكون من السنة الأولى وحتى نهاية تحصيل العلمي، هذا بيكسبهم بالتأكيد، بيرفع من مستواهم العلمي الطبي، وأيضا بيرفع من مستوى خبراتهم اللي بيكتسبوها نتيجة تدريبهم في المشفى اللي هو مشفى جامعتهم، مشفى الجامعة السورية. أيضا هناك مذكر التفاهم مع الجامعة، مع وزارة الصحة، بأنه يمكن أيضا لنا أن نسهل وتدريب طلاب بعض المعاهد الطبية في جامعة في مدينة اعزاز. يعني هذا بيساهم برفع مستوى جميع الطلاب وليس فقط طلاب الجامعة السورية، إلا أن الأولوية بالتأكيد مثل ما بتعرفوا أنه الأولوية بتكون لطلابنا، طلاب الجامعة السورية اللي نتمنى لهم هن وغيرهم من بقية الطلاب التفوق والنجاح، وإن شاء الله يكون مشفانا هو رافد لبقية المشافي، مثل ما ذكرنا بتقديم الأخوة المواطنين وأيضا تعليم وتدريب طلابنا في الشمال المحرر. اليوم ولله الحمد تم افتتاح المشفى السوري، ولله الحمد كان افتتاح جيد جدا الحمد لله. وهذا المشفى رح يفيد المرضى في العلاج وتخديم المنطقة حول المشفى. ثانيا ممكن انه يفيد الطلاب الذين يدرسون في الجامعة السورية بالتدريب والدخول الى المشفى والتعرف على الجو الطبي، وممكن انه يزيد خبراتهم مع السنوات، وان شاء الله وعدونا انه يسلمون شهادات خبرة بعد التدريب في هذا المشفى. هلا نحن دائما في مديرية صحة اعزاز بنشجع بشكل خاص وبشكل عام افتتاح المشافي الخاصة في مدينة اعزاز، اللي راح تكون على مستوى جيد جدا لنخدم أهلنا بشكل جيد، لحتى نطور الواقع الطبي اللي موجود عندنا في مدينة اعزاز. مشفى الجامعة السورية هو أحد المشافي الخاصة اللي تم ترخيصها في مدينة اعزاز. اليوم نحن حضرنا افتتاح المشفى وقمنا بقص شريط افتتاح هذا المشفى، إن شاء الله يكون هو على مستوى جيد، نحسن نخدم أهلنا في هالمنطقة هاي، كون أنه هو في منطقة ما في قريب عليه مشافي خاصة، قريب من منطقة المخيمات، وبالإضافة لأنه هذا المشفى راح يخدم الطلاب اللي موجودين للجامعة، طلاب الجامعة نفسها راح يقوموا بتدريباتهم العملية بهذا المشفى، وإن شاء الله يكون فتحت خير للجميع.
رح احكي اليوم بالنيابه عن الدكتور مصعب الجسري اللي هو رئيس الجامعه والمدير الطبي لمشفى الجامعه. مشفى الجامعه تم تاسيسه لانه في حاجه لتدريب الطلاب سواء تابعين للجامعه او تابعين للجامعات الثانيه. مشفى الجامعه مكون من قسم نسائي متكامل، قسم اطفال بالاضافه لقسم عنايه مركزه، في عندنا كمان غرفتين عمليات متكامله، ايضا في عندنا قسم عيادات خارجيه اقل شيء فيها 5 عيادات بالاضافه لقسم اسعاف. هلا بالنسبه للاسعار، الاسعار رح تكون ملائمه تماما للظروف الماديه اللي بمر فيها شعبنا حاليا. هلا بالنسبه للاوضاع، نحن درسنا انه الطلاب حاليا عم يعملوا استاجات فقط بمشفى واحد، وبعض الطلاب احيانا عم يتخرجوا من كليه الطب بدون ما يعملوا استاجات، او بيعملوا استاجات ولكن ما عم يحصلوا على التدريب الكافي. فهذا المشفى بصراحه بيتيح لهم سواء طلاب جامعه حلب او حتى بالمعاهد الصحيه بالاماكن الاخرى انه يقوموا بالاستاجات هون، لانه بصراحه المشفى راح يحوي على كافه الاختصاصات، وطبعا احنا متعاقدين مع خيره الاخصائيين، فانا برايي انه راح يساعدهم كثير بمسيرتهم سواء كطلاب او فيما بعد اذا صاروا انه مقيمين او حتى بدراسات عليا. الحمد لله تم اليوم افتتاح المشفى السورية كمساعدة لحوالينا العالم، وكان احنا للطلاب للتدريب. كنا عم نواجه صعوبة احنا بالسنوات بالنظري، المعلومات النظرية والعملية، وان شاء الله المشفى هي بتساعدنا لنتدرب ونعرف اكثر ويفتح لنا مجال اكثر للتعلم. مفيدنا كطالب اني شيء عملي نحن بنشتغله بايدينا، او بندرب طلع الدكاتره وشلون بيشتغلوا، فبناخذ فكره عن هذا الشيء، بصير علينا اسهل كمعلومات وكفكره اسهل من النظريه والعمل بالجامعه. المشفى الحمد لله شيء كويس لنا كطلاب، في اقسام كل الاقسام موجوده، وكاجهزه كله حديث وكله يعني الحمد لله موجود. Bring the water.